مسار الكرة، المسار المباراة راح نشاهدوها. هاي كرة عالية إلى القيسمون بهذه الرأسية، أوف ما لمس الكرة، راح نشاهدها من هنا. هنا ترجع الكرة، ما لمسوش تماما، ما لمسوش تماما تماما ما لمسوش، ولكن الحكم في الوضعية اللي شاهدناها أيضا مع الزميل الحاج رضوان أحمد هنا، إذا كان رقم 17 لمسها بيده أم لا؟ شوف هنا ما لمسهاش تماما، لأنه هنا كان سقط. يعني ها هو يسري بوزوخ، هل يسجل الهدف الأول والخامس له منذ انطلاقة البطولة؟ بوزوخ يسجل رقم ارتيمات بوزدر في نفس اتجاه الكرة عرضية، هدف مقابل صفر لصالح بارادو أتليتيك بعد مرور 9 دقائق تقريبا من الشوط الثاني واربع دقائق منذ إعلان ضربة جزاء من طرف الحكم حكم اللقاء بلال بن جهان. إذا بوزوخ على الصورة يسجل رغم الارتماء، رغم الارتماء ولكن الكرة كانت زاحفة قوية منفذة بشكل جيد. هدف مقابل صفر لصالح فريق بارادو. قبلي يتمكن من الكرة، ثم آدم زرقان، بوزوخ، آدم ينطلق على الجهة اليمنى، محاصر أمام هشام مختار، يدخل منطقة العمليات، بوزوخ بالقدم اليسرى، با 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 با، والهدف الثاني، والهدف الثاني، التصويبة بالقدم اليسرى تصطدم بأحد اللاعبين وتغالط الحارس بوزدر اللي كان متقدم بترين على الأقل الخط المرمى، وبوزوخ يسري يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، وإذا كان احتسبنا الهدف لصالحه لأن الكرة ما غيرش اتجاهها، راحت عالية لمسها أحد اللاعبين كما شاهدنا وسكنت في الشباك. ها يدخل منطقة العمليات وبالقدم اليسرى وتخادع الحارس. أيضا هذا الهدف يحتسب ليسري بوزوخ وتصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح فريق بارادو أتليتيك أمام اتحاد بسكرة، يقل نشاطه حتى مردوده.